ريمس، رين، الدوري الفرنسي، الدرجة الأولى، الجولة 25، وين شفنا كيف ستاد ريمس وين سجل هدف في الدقيقة 72 عن طريق ضربة جزاء، وين بلالتي، وين شفنا كيفاش عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 72، شفنا كيفاش جوليان المدرب تاع رين اللي دخل بخطة 4-2-3-1، شفنا المدرب تاع ستاد ريمس اللي دخل بخطة 4-3-3، يعني وين كانت المباراة الشوط الأول اللي شفنا كيفاش رين وين ضيع أهداف، نقولوا ضيع أهداف رغم السيطرة تاعو في الشوط الثاني الشوط الاول، لكن نقولوا بلي ستاد ريمس عرف كيفاش يسجل الهدف، عرف كيفاش كما نقولوا حنا يحافظ على النتيجه. شنا توماس، شنا كيفاش اكسيل، شنا كيفاش نقولوا بلي شنا كيفاش في وسط الميدان وين ميشيل، شنا موريتو، شنا ديا، شنا موسى دو، يعني إلكس، رومان، رومامو، شنا كيفاش دونيس، يعني كانت المباراة وين شنا كيفاش رين وين رغم أن إذا عدت لها أهداف، شنا نيانغ، شنا كيفاش رومان ديال، شنا جيم، شنا رابان، شنا كيفاش ستيفان، يعني كانت نقوله جوريس، شنا ديام، يعني كانت نقوله بلي المباراة مباراة وين كانت قوية في الشوط الثاني، في الشوط الثاني كانت قوية، لكن ستاد ريمس عرف كيفاش يحافظ على هدف تاعه، ما عطى حتى فرصة في الدفاع وين ما خلى حتى فرصة للمهاجمين تاع رين، رغم أن رين وين ضيعوا هدف في الدقيقة 82 عن طريق طريق اللعاب وين شنا كيفاش جيريس وهو مدافع وين ضيع هدف محقق في الدقيقة 82. هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت نقولوا بلي كانت لستاد ريمس وين فاز 3 نقاط بهدف لصفر أمام رين في الجولة 25، الجولة 25 الدور الفرنسي الدرجة الأولى. ستاد ريمس هدف، رين صفر. وشنا كيفاش التغييرات تاع كل مدرب اللي كانت في محلها تاع المدرب تاع ستاد ريمس اللي يعرف كيفاش يدير التغييرات ويحافظ على النتيجة، وانتهت ستاد ريمس وين فاز بهدف لصفر أمام ريال. سعيد.